استاذ صلاح البلاغه حضرتك بتقول مهمه جدا جدا جدا. طب ما تزعلش مني انا ما تاسستش قوي فيها. لا مهم انك تتاسس. طب يعني ايه يعني مش هعرف؟ لا تعرف، ما احنا هناسسك على الرغم ان انت في ثالثه ثانوي هناسسك. لو ده الاساس، لاني اصلا بلاغه ثالثه تعتبر حاجه صفحه ولا صفحتين، انما البلاغه اللي بتيجي في الامتحان بتاع ثانويه عامه هي بلاغه اولى وثانيه، اللي هو التشبيه والاستعاره والكنايه والمحسنات والاساليب، ده لازم تكون التمام فيه، وبيجي في امتحان يعني امتحان 23 امتحان 22 امتحان 21 مليان من ده، استعاره وتشبيه واساليب كل ده. طيب ايه الاساسيات سريعا؟ هحط لك اساسيات تقدر تمشي معانا، تغيير الشرح اللي انت تبقى في البلاغه تمام التمام هنحل كتير قوي. انا عندي في حاجه اسمها الصور الجماليه، لا يخلو امتحان ثانوية عامة منها أبدا، اللي هي تشبيه استعارة كناية مجاز. تشبيه استعارة كناية مجاز، اللي هي بتتجمع في كلمة سمكة، السين استعارة، الميم مجاز، الكاف كناية، الت تشبيه. دول أساسيات الصور الجمالية، مفيش غيرهم مفيش غيرهم. طيب حبيب قلبي، ما ينفعش تبقى طالب في ثانوية عامة ما تعرفش الفرق ما بين التشبيه والاستعارة، ولا يخلو، بقولها للمرة، أفضل أقولها لك ألف مرة على مدار السنة، لا يخلو امتحان ثانوية عامة من التشبيه والاستعارة. ثانوية عامة 2022 قال لي سرداب الخوف، ثانوية عامة 2023 جي قال لي يظللها الأمان. دي إيه ودي إيه؟ طب هعرف أنا. أول حاجة التشبيه، أعرف التشبيه إزاي؟ افتكر معايا كده، أنا أول ما بيجي يقول لي صورة جمالية عشان اتاكد ان ده تشبيه ولا استعاره، بسال نفسي هو شبه ايه بايه، وبعمل مربعين كده، اقول لك العلم نور اهو، او سرداب الخوف اللي هو قال لي عليها اهو في امتحان ثانويه عامه، بعمل مربعين كده واسال نفسي هو شبه ايه بايه. العلم نور، شبه العلم موجوده والنور موجوده، العلم موجوده والنور موجوده، يبقى ده ما هو مغمض تشبيه، وطبعا ده اسمه تشبيه بليغ لان ما فيهوش لا اداه شبه ولا وجه شبه. سرداب الخوف شبه ايه بايه؟ شبه الخوف بالسرداب، الخوف موجوده والسرداب موجوده، يعني ايه سرداب؟ الصراحه يعني طريق، طريق صغير، يبقى ده شبه الخوف بالسرداب، يبقى ده اسمه تشبيه بليغ. ده جه ثانويه عامه 2022 كلمه سرداب الخوف. والله اذا عايز اتاكد ان الكلمه تشبيه او الجمله اللي يجيبها لي تشبيه، انا كده ولا كده في كل الاحوال طالما في صوره جماليه بسال نفسي هو شبه ايه بايه. لما يكون المشبه موجود والمشبه به موجود يبقى ده اسمه تشبيه، كاني بفتح ايدي كده اجي قال لي مثلا عربه الحياه شبه بايه، شبه الحياه بعربه، ده موجود وده موجود يبقى تشبيه. مثلا الحياه بحر شبه بايه، الحياه بالبحر، ده موجود وده موجود يبقى ده تشبيه. طب تعالى كده لو انا عايز اعرف بقى الاستعاره، الاستعاره بجيبها ازاي؟ الاستعاره بقى يا شباب، وعرف الفرق ما بين التشبيه والاستعارة. خلاص انا عرفت ان التشبيه يبقى مشبه والمشبه بيه موجودين، الاستعارة اهو يا حبايب قلبي بقى، الاستعارة انا بعملها ازاي؟ لما اشوف انا برضو لازم اللي انا علمته لك في الاول تفضل عليه، طالما جايب لي صورة جمالية بسأل نفسي هو شبه ايه بايه. جي قال لي مثلا الحياة، بدل الحياة بحر قال لي الحياة نغوص فيها، انا بسأل نفسي هو الحياة ينفع نغوص فيها؟ لا، يبقى شبه ايه بايه؟ بعمل مربعين كده، شبه ايه بايه؟ شبه الحياة موجودة؟ ايوه اهي، بايه؟ شبه الحياة ببحر نغوص فيه. طب البحر موجودة؟ لا، يبقى دي اسمها استعارة مكنية، المشبه موجود والمشبه به مش موجود. جت ثانوية عامة السنة اللي فاتت قال لي يظللها الأمان. طيب بسأل نفسي وبعمل مربعين، شبه بيه، شبه الأمان بشجرة تظلل، شبه الأمان بظل يظلل، شبه الأمان موجود أهي، بإيه؟ بشجرة مش موجود أهو، يبقى دي اسمها استعارة مكنية. يبقى بسهولة قوي يا شباب، والله لا يخلو امتحان منها، ودي يعني الكام دقيقة دول اللي لو قعدت اتفرجت عليهم هيفيدوك كتير قوي، اللي هو الفرق ما بين التشبيه والاستعارة بسهوله قوي. بسال نفسي هو شبه بايه؟ لو المشبه موجود والمشبه به موجود تشبيه، زي العلم نور، العلم موجوده والنور موجوده يبقى ده اسمه تشبيه، لكن الاستعاره المكنيه بيكون المشبه موجود والمشبه به مش موجود، بسال نفسي هو شبه بايه؟ يعني انا لو قلت
العلم يضيء البشرية، يبقى شبه ايه بايه هنا؟ شبه العلم موجودة بايه؟ ماشي ماشي. شبه العلم موجودة بايه؟ بنور يضيء او بمصباح يضيء، يبقى مش موجود. المشبه موجود والمشبه به مش موجود، يبقى اسمها استعارة ايه؟ مكنية. بص اجي اقول لك ايه مثلا؟ شاكن الى البحر اضطراب خواطري. هو البحر ممكن تشكيله؟ لا، هعمل المربعين بتوعي، اعملهم في اي حتة، اعملهم في اخر ورقة. شبه البحر ايوة موجودة بايه؟ بانسان نشكو له، مش موجودة يبقى استعارة ايه؟ مكنية. يبقى الاستعارة المكنية بيكون المشبه موجود والمشبه به مش موجود. طب والاستعارة التصريحية؟ الاستعارة التصريحية بيكون المشبه هو اللي مش موجود. ولاحظ لاحظ لاحظ ان الاستعارة التصريحية بتيجي في كلمة واحدة بس. يعني اجي اقول لك ايه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. انا عندي كلمة حبل، جي قال لي ايه الجمال في كلمة حبل؟ طيب انا هسأل نفسي السؤال، هو شبه بايه؟ هو ربنا عنده حبل؟ لا. يبقى المقصود هنا بالحبل الدين او الايمان. يبقى هعمل اللي قال لي عليه استاذ صلاح اهو، شبه ايه بايه؟ شبه الدين ايوه او الايمان مش موجوده اللي هو المشبه بالحبل موجوده، يبقى استعاره تصريحيه. ولاحظ ان الاستعاره التصريحيه بتيجي في كلمه واحده بس. طب ممكن مثال تاني؟ حاضر. لما اقول لك انزلت عين الطفل لؤلؤا، ايوه ايه الجمال في كلمه لؤلؤا؟ طيب هو عين الطفل هتنزل لؤلؤ؟ لا. هسأل نفسي هو شبه ايه بايه؟ اهو شبه ايه بايه؟ شبه ايوه الدموع مش موجوده، ها باللؤلؤ موجوده، يبقى دي اسمها استعاره تصريحيه. ولاحظ ان الاستعاره التصريحيه بتيجي في كلمه واحده. حبايب قلبي، دقائق دقائق مهمه جدا لامتحان ثانويه عامه لاخر السنه، اللي هو الفرق ما بين التشبيه والاستعاره، لا يخلو امتحان ثانويه عامه والله من التشبيه والاستعاره. ها قلنا التشبيه، انا سؤال بساله لنفسي على طول لما يجيب لي هو السؤال، بيجي في امتحان ايه الجمال في كلمه كذا، ويجيب لك بقى اختيارات التشبيه ولا استعاره مكنيه ولا استعاره تصريحيه ولا مجاز وهكذا. انا بسال نفسي هو شبه ايه بايه؟ المشبه موجود والمشبه به موجود تشبيه، خلاص. المشبه موجود والمشبه به مش موجود استعاره مكنيه. المشبه مش موجود، المشبه به موجود استعاره تصريحيه. ولاحظ ان الاستعاره التصريحيه بتيجي في كلمه واحده بس. مساله سهله، المساله سهله، وهناخد الدرجه دي. ويبقى من كام دقيقه خدنا درجتين، خدنا ثلاثه. تقدر؟ تقدر. المحسنات البديعيه في البلاغه سؤال برضو لازم يجي في الامتحان. انا وديتك الفرق ما بين التشبيه والاستعاره في دقائق، المحسنات البديعيه برضو هفندها لك كده في دقائق. ايه المحسنات دي؟ بص معايا يا حبايبي، لانها برضو كتير جدا في الامتحان. انا عندي محسنات بديعيه اسمها، في محسنات بديعيه، في محسنات بديعيه معنويه، وفي محسنات بديعيه لفظيه. المحسن البديع المعنوي اللي هو ايه؟ اللي ما بيديش جرس موسيقي، اللي هو الطباق والمقابله والتوريه ومراعاه النظير. المحسنات البديعيه اللفظيه اللي بتعطي جرس موسيقي اللي هي تصريع وحسن تقسيم وجناس وسجع وازدواج. طيب دول اسمهم محسنات بديعيه معنوية، ودول اسمهم محسنات بديعية لفظية، عشان ممكن هو يجيب لك في الامتحان سؤال ويجيب لك محسن البديع اللفظي في البيت، ويكون جايب لك طباق، جايب لك في الأبيات طباق، بس أنت ما تقدرش، ويجيب لك في الاختيارات برضه طباق، ما تقدرش تختار الطباق. ليه؟ لأن هو بيقول لك المحسن البديع اللفظي، فأكيد هتلاقي حاجة من دول بقى معاه، تصريع وحسن تقسيم وجناس وسجع وازدواج. أو يجي يقول لك المحسن البديع المعنوي، ويكون حاطط لك حاجه من دول. لا، انت لازم طالما قال لك معنوي تلاقي طباق او مقابله او توريه او مراعاه نظير. المحسن البديع المعنوي ما بيديش جرس موسيقي، المحسن البديع اللفظي بيدي جرس موسيقي. طيب تعالى ناخد كده واحده واحده. اول حاجه افتكر الطباق. الطباق نوعين، في طباق ايجاب وطباق سلب.
اتباق بالإيجاب الكلمة وعكسها مباشرة. أقول لحضرتك طويل وقصير، فوق وتحت، يمين وشمال. اتباق بالسلب إن أنا أكتب الكلمة ونفيها، أقول طويل وليس طويلا، قوي وليس قوي، حبذا ولا حبذا. أنا عايش ومش عايش، عايش ومش عايش، ده طبق بالسلب. إيه إيه مثلا طويل وقصير، ده طبق بالإيجاب، ده الطبق. طب أنا عندي حاجة اسمها المقابلة، ما هي هي المقابلة زي الطبق الصلاح؟ لا، الطبق بيكون ما بين كلمتين، أما المقابلة بتبقى ما بين جملتين، جملتين عكس بعض. لما تكون في جملتين عكس بعض يبقى دي اسمها مقابلة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فليضحكوا كثيرا وليبكوا قليلا. ده اسمه مقابلة. وسر جمال المقابلة والطباق طبعا اعطاء ابراز المعنى وتوضيحه. طيب ده الطباق والمقابلة. طب ايه تاني في المحسنات البديعية المعنوية؟ في حاجة اسمها التورية. التورية عبارة عن ايه؟ عبارة عن كلمة واحدة لها معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد. التورية كلمة واحدة اول ما اسمعها افهم معنى، ولما ركز شويه افهم المعنى البعيد. يعني زي لما اقول احب الليمون بعد العصر، فحضرتك اول ما تسمع كلمه العصر دي تفتكر بحب الليمون بعد وقت العصر، لكن انت ممكن يكون احب الليمون بعد العصر اي بعد ما يتعصر. يبقى هي كلمه واحده وليها معنيين، اول ما ركز افهم المعنى البعيد. يعني كان في واحد كل ما يقول له تعالى حارب معانا يقول لهم لا، تعالى حارب معانا يقول لهم لا، فقالوا عليه جبان، قال جبان جبان بس عيش، وراح قايل ايه؟ قلت حين نادوني الى الحرب، ايوه، دعوني اكل العيش بالجبن، دعوني اكل العيش بالجبن. اول ما تسمع كلمه الجبن هنا تفهم العيش بالجبنه، تفتكر انها جبنه بقى نوع من الجبنه، جبنه قريش، جبنه قديمه، لا، هنا الجبن، هنا دعوني اكل العيش بالجبن، يعني سيبوني اكل العيش وانا جبان. يبقى هي كلمه واحده لها معنيين. توريه. سئل احد الحكماء كيف حال زوجتك؟ فرد قائلا انها حيه ترزق. حيه ترزق، كلمه حيه هنا لها معنيين، اول ما تسمعها انها حيه يعني عايشه، اما المعنى البعيد انها حيه ترزق يعني عقربه يعني تعبانه. يبقى هي كلمه واحده لها معنيين. ده التوريه. وسر جمال التوريه ايه؟ شد الذهن وجذب الانتباه. طب انا عندي ايه تاني في المحسنات البديعيه المعنويه؟ عندي حاجه اسمها مراعاه النظير. ومراعاه النظير اسهل حاجه في المحسنات البديعيه كلها. ليه؟ لأن كلمتين ليهم علاقة ببعض. أي كلمتين ليهم علاقة ببعض. يعني إيه مراعاة نظير؟ يعني جايبين كلمتين يعني قريبين من بعض. أقول لك مثلا القلم والورقة، الساعة والعقرب، الأذن والسمع، الكتاب والفكر، العلم والرؤية. كلمتين ليهم علاقة ببعض، يبقى ده على طول اسمه مراعاة النظير. مراعاة النظير شد الذهن وجذب الانتباه، زي ما أقول فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح، سيف والرمح ده مراعاة نظير، والقرطاس والقلم مراعاة نظير. طيب دول محسنات بديعية معنوية. طب المحسن البديع اللفظي، أنا عندي أول حاجة في المحسنات البديع اللفظي قلنا التصريع. والتصريع ده إيه؟ قلنا إيه هو التصريع؟ التصريع ده بيجي فين؟ بيجي في الشعر بس، ها، وبيجي في البيت الأول بس من الشعر، ها، وهو اتفاق آخر حروف الشطر الأول مع آخر حروف الشطر الثاني. هو إيه الشطر ده؟ اللي هو نص البيت، آخر حروف الشطر الأول مع آخر حروف الشطر الثاني. طب ليه سميناه تصريع؟ سميناه تصريع لأنه جاي من مصراعي الباب أو الشباك. لما أجي أقول لك أغلقت الشباك على مصراعيه، يعني بص حضرتك كده، لما يكون عندي شباك أهو أو باب، أدي الشباك أو الباب أهو، لما أقول أغلقت الشباك على مصراعيه يعني آخر حتة هنا بقت في مساواة آخر حتة هنا كده، قافل آخر كده أهو. طب زي ايه؟ اختلاف النهار والليل ينسي، اذكر لي الصبا وايام انسي، اين ايام لذتي وشبابي، اتراها تعود بعد الذهاب، كم تشتكي وتقول انك معدم، والارض ملكك والسماء والانجم، سالتك يا صخره الملتقى متى يجمع الدهر ما فرق، باسم الذي انزلت من عنده صوره، والحمد لله اما بعد يا عمر. ده كله اسمه تصريع، ودي بدايات ايه؟ قصائد. اخر حروف الشطر الاول مع اخر حروف الشطر الثاني في البيت الاول بس. طب يا استاذ صلاح عندي سؤال، قوله. انا ايش عرفني ان الابيات اللي جايبها لي دي تعتبر البيت الاول؟ اتعامل معاها انها البيت الاول، لقيت فيها تصريع يبقى هي دي البيت الاول، ما لقيتش خلاص اتعامل مع الابيات اللي جايبها لك على انها البيت الاول.
تمام؟ ده التصريع. طيب انا عندي في المحسنات البديعية حاجة اسمها حسن التقسيم، وده مع التصريع ليه؟ لان الاتنين بيجوا في الشعر، بس حسن التقسيم ده بيجي في الشعر في اي بيت في الشعر، وهو تقسيم من اسمه حسن تقسيم، يعني بقسم البيت الى قطع متساوية. اهو بص كأني ماسك سكينة وبقطع الكلام حتت قد بعضها. بص اهو، متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي. ها، فالخيل والليل والبيداء تعرفهم، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ده اسمه حسن تقسيم وبيجي في الشعر بس. طب بص حاجه وراه واقول لك الازدواج. طيب الازدواج، الازدواج ليه هتقوله؟ لانه زي حسن التقسيم بالظبط، بس ده في الشعر وده في النثر، وهو تقسيم النثر الى قطع متساويه. نثر نفسه اجي اقول لك واسع الرقعة، نظيف البقع، طيب الهواء، معتدل الماء، او نثر. نثر طبعا هو الكلام جنب بعضه. فلا تعصي له امرا ولا تفشي له سرا. تقسيم النثر الى قطع متساويه، فده اسمه ازدواج. في الشعر اسمه حسن ايه؟ تقسيم. طب انا عندي كمان حاجه اسمها السجع، والسجع ده برضو من المحسنات البديعيه اللفظيه، بيجي في النثر، وهو اتفاق نهايات الجمل. نهايات الجمل جنب بعضها كده، اخر حروف زي بعضها، انه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج، ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد، وأين الفراعنة الشداد. ده اسمه سجع، وهو اتفاق نهايات الجمل مع بعضها. حلو، حلو قوي. طيب آخر حاجة في المحسنات البديعية اللفظية عندي حاجة اسمها الجناس. والجناس ده هو إيه يا حبايب قلبي؟ هو كلمتين شبه بعض اسمه جناس تام وجناس ناقص. الجناس التام كلمتين شبه بعض بالظبط، بس بينهم اختلاف في المعنى. يعني لما اجي اقول لحضرتك صلي، وده المثال اللي معروف من اسكندرية لأسوان، صليت المغرب في المغرب. المغرب الاولانية يعني الصلاة، والمغرب التانية يعني البلد. كلمتين شبه بعض بس المعنى مختلف. اجي اقول لك وسلى مصر، هل سلى القلب عنها؟ هل سلى القلب عنها؟ هنا سلى الأولانية يعني اسأل مصر، وسلى التانية يعني نسي. الكلمتين شبه بعض بس بينهم اختلاف في المعنى، يبقى ده اسمه جناس ها تام. لكن لو جناس ناقص بيبقى فيه اختلاف في حرف، في تشكيل، في ترتيب، في عدد. ازاي؟ حرف. يعني اقول لك مثلا صالح وفالح، هي هي نفس الكلمة بس في حرف مختلف، ده جناس ناقص. عفوا يا حبايبي. التشكيل لما يكون كلمتين برضو شبه بعض زي عبرة وعبرة، اهي هي نفس الكلمة بس التشكيل اختلف. اقول لك مثلا اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، ده جناس ناقص لان هنا التشكيل اختلف. الترتيب لما اجي اقول لك مثلا سوريا وروسيا، حلب وبلح، ما هي نفس الكلمة بس الترتيب اختلف، ده اسمه جناس ناقص. في حاجة اسمها عدد، كلمتين برضو شبه بعض زي ايه؟ صالح ومصالح، ده شبه بعض بس هنا حروف زيادة، يبقى اسمه جناس ايه؟ ناقص. بص كده لما اقولك يا مصر يا حافظة قرآنك وأناجيلك، ولو تناديني من الغربة أناجيلك، سيد درويش، ومهما تموت هنا أجيال أناجيلك. يا مصر يا حافظة قرآنك وأناجيلك، ده جمع إنجيل، ولو تناديني من الغربة أناجيلك يعني حجيلك، في وقت الشدة أدعيلك وأناجيلك، دي جاية من المناجاة، ومهما تموت هنا أجيال أناجيلك يعني أنا الجيل بتاعك. أربع كلمات هم تشبه بعض بالظبط، والتشكيل والترتيب بس المعنى مختلف، ده اسمه جناس إيه؟ تام يا حبايبي. سر جمال الجناس اعطاء جرس موسيقي. محسنات البدعية خلصت، وبرضو جزء كبير جدا من البلاغة محسنات بدعية، صور جمالية، يعني اللي بقينا حاجات صغيرة خالص. ان شاء الله في الشرح في مدرستنا أكاديمي.